معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ويؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان صوم الآباء الرسل. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية أوشية المياه. القسمة تقال قسمة صوم الآباء الرسل. التوزيع المزمور 150 بالطريقة السنوي، والمدائح بطريقة صوم الآباء الرسل. ختام الصلوات اسمه إنيمؤو إيميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 15 من شهر باؤون المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد مارمين العجائب بمريوط، حيث قام البابا كيرلس السادس البطريرك 116 من بطاركة الكرازة المرقوسية بإعادة تعمير دير مارمين بمريوط، ونقل إليه الأنبوبة التي بها رفات القديس مارمين في يوم 15 من باؤونة سنة 1675 للشهداء 1959 ميلادية، باحتفال كبير حضره الآباء الأساقفة والكهنة والشعب. بركة صلوات القديس مارمين العجيب فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 1684 للشهداء 1968 ميلادية، وفي عهد البابا كيرلس السادس البطريرك 116 من بطاركة الكرازة المرقوسية، تم استلام جسد القديس ماري مرقس الرسول الإنجيلي كاروز الديار المصرية من البابا بولس السادس بابا روما، على يد وفد من الآباء الأساقفة وبعض الأراخنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كما استلم الوفد وثيقة رسمية تشهد بصحة الرفات وأنها بالحقيقة رفات ماري مرقس الرسول، وقد استخرجت من مكانها الأصلي بكل وقار بعد أن ظلت في مدينة البندقية بإيطاليا 11 قرنا. بركة القديس ماري مرقس الرسول الإنجيلي فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا.
وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدى الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا ابتدى يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلنا ولا خافي لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذنى في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه.
باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. النهاردة نعمة ربنا نتكلم عن القراءات اليومية ونبدأ بمزمور عشية. والمزمور بيقول النهاردة: عجيب هو الله في قدسيه إلى إسرائيل، هو يعطي قوة وعزاء لشعبه، والصدقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور هللويا. تعال نشوف هنا داود النبي في هذا المزمور بيعاوز يشرح أعمال ربنا وبيقول عجيبة هي أعمال ربنا. كل إنسان بيبقى عاوز يسمع تسبيح ربنا عشان ربنا يبقى في حياته يسبح، فيبقى فيه سر فرح وابتهاج، ويعرف أن الكنيسة هي تبدأ بطريق الفرح الدائم والمجد الأبدي في أورشليم السمائية. وده مزمور العشية. ندخل في إنجيل العشية ونشوف بيتكلم عن: ها أنا أرسلكم كخراف وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وسطاء كالحمام. سالمسيح أرسل تلاميذه وعاوز يعرفهم أن في ألام هتقابلهم في حياتهم. رسالة التلاميذ هي نشر السلام، والعالم الشرير ده هيواجههم بشره كغنم وسط ذئاب. العجيب أن هؤلاء الغنم اللي وسط ذئاب لما أكلهم الذئاب فحولوا الذئاب إلى حمل. يعني شاول الترسوس يقول: كنت مفتريا كان ذئبا. لكن تعالوا نشوف بعد كده بقى بولس الرسول. وفي ناس تتساءل ليه ربنا ما قالش بدل ما أرسلكم مثل حملان، ما كان يقول أرسلكم مثل أسود مثلا. طب ما أرسل ناس زي أسود ليه؟ لكن هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. الله بيعمل مع الغنم الوديع المتشبه به. تعالوا مني لأنه وديع، هو حمل الله. لكن اللي بيعتمد على زراعه وقوته وقوة زراعه لا يسر بها الله. لو ربنا أرسل الرسل كأسود الناس هتهرب ومش هيسمعوا ليهم. لكن هنا بيرى الناس ضعفتهم فيروا قوة الله فيهم، يروا قوة الله فيهم. يعني بيصير الغنم ومعهم المسيح الأقوى من الذئاب. الله بيعمل مع الضعفاء، قوتي في الضعف تكمل. الحمام معروف عنه أنه هو ما بيحملش الحقد ولا بيحمل الغل. الحمام بيحيا في المحبة، يحب يبتهج في مجموعة. الحمام لما نوح بعت حمامة رجعت للفلك، ويمكن دي بتفكرنا كمان الحمام بتحس بيه بالثبات في ربنا. ازاي؟ بص تلاقي الحمام دايما بيعملوه إشارة للسلام، رمز الحمام. كان في فنان جميل قوي حب يرسم منظر طبيعي لأمواج متلاطمة وعمالة تخبط، أمواج عالية جدا، وفي وسط هذه الأمواج صخرة، رسم صخرة، وعلى هذه الصخرة تقف حمامة. هذه الحمامة لا تخاف أبدا من الأمواج وملاطمتها وهيجانها، ما تخافش. ليه؟ حاسة أنها واقفة على صخر، صخرة الإيمان. فالإنسان لابد أن يكون في أمان واطمئنان وما يخافش أبدا طول ما هو حاسس بوجود ربنا في حياته. وده إنجيل عشية. ندخل في مزمور باكر ونشوف بيتكلم عن إيه. يقول كده: نور أشرق للصديقين وفرح المستقيم لكلهم، افرحوا أيها الصديقين بالرب واعترفوا لذكر قدساته أو قدسي. تعال نشوف يعني إيه خلاص البشرية هو موضوع تسبيح الملائكة، وصارت السماء والأرض مملكة واحدة. ونور أشرق للصديقين، المسيح هو نور العالم ونور من نور، وظهر كنور في العالم لما تجسد. يقول كده: مع المسيح صلبت أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وده كان مزمور باكر. ندخل في إنجيل باكر ونشوف يقول كده: فأنظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم من المجالس ويستضربونكم في المحافل وتقفون أمام ملوك والله من أجلي. يعني إيه الكلام ده؟ مهما اشتدت الضيقة وحتى لو كان مصدرها من الملوك والولاة المقربين، هنلاقي حتى لو في مجاعات واضطهادات، سر القوة هنا أو الضعف بيتوقف على أعماق النفس الداخلية. لازم نعرف إن إحنا نعيش في سلام داخلي، والسلام الداخلي مش بيبقى موجود بسبب الظروف المحيطة بينا، لكن ده عطية من ربنا. يعني عاوز يبقى عندك سلام داخلي، اوعى تفتكر هيجيلك من المكان ومن القعدة ومن الراحة. لا، السلام الداخلي بيجي من إن ربنا يبقى موجود في حياتك ويعطيك هذا السلام اللي بيملأ القلب. إذا حدث في دخولنا اضطراب
أو انزعاج بسبب الظروف الخارجية، لابد أن ربنا يملك على قلوبنا، يملك على قلوبنا. عشان كده لازم يبقى لنا بصيرة داخلية. لو عندنا بصيرة داخلية نشوف ربنا عينه علينا، بيحوطنا، بيرعانا بمحبته. إزاي نضطرب وربنا معانا؟ إزاي؟ مش ممكن. لو أغلقنا البصيرة الداخلية اللي جوانا، هي دي اللي هتخلينا نشوف الضيقات. والبصيرة الداخلية الروحية دي لما تنفتح، الإنسان بيمتلئ سلام ويمتلئ هدوء وبيبقى حواسه مقدسة، بيدرس حواسه، الروح القدس بيعطيه إنه يتكلم، لأن الروح القدس بيرشدنا ويعلمنا ويذكرنا ويذكرنا بكل ما قاله لنا. ده إنجيل باكر. ندخل في البولس ونشوف كده. فتفكروا، معلمنا بولس الرسول بيقول الآية العبرانيين، فتفكروا في الذي احتمل هكذا من خطاه المقاومين نفسهم. يعني ايه الكلام ده؟ يقول تأملوا وضعوا أمام عيونكم المسيح المتألم. هو مصدر الإيمان والاحتمال. عشان كده الكنيسة وضعت في أسبوع الألام تأمل، نتأمل في ألام الرب يسوع. يمكن أنا عاوز أقول لكم إن أسبوع الألام ده ربنا يحافظ على كنيسته والوباء والحاجات اللي بنصلي من أجل إن ربنا ينزعها مهم جدا. أسبوع الألام ده بالسنة كلها كله صلوات وتعزية، والإنسان بطبعه الجميل بيحب الطبيعة الهادية دي. فأسبوع الألام ده بيخلي الإنسان يعيش في تأمل في ألام المسيح، إزاي احتملها، مش عشان نفسه بل من أجل المسيح الذي احتملنا. نحتمل الألام، نصلي، نصلي في الأشبية، نقول كده اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيية. عشان كده ربنا بيهبنا قوة وبيهبنا معونة، بيهبنا نصرة. يمكن أفتكر بمناسبة أسبوع الألام والألام اللي احنا بنحتمله، أنه في أحد الرهبان مرة كان مطلوب منه يعمل عملية كده، كان عنده في ضفره ألم، والدكتور قال له لازم أشيله. فالدكتور قال لأبونا الراهب لازم نعمل لك بنج. أبونا رفض، قال له أنا مش عاوز بنج، أنا عاوز تعمل العملية من غير بنج. إزاي يا أبونا هتألم؟ قال له لا مش هتألم، بس سيبني ركز مع نفسي شوية وصلي واشتغل. بدأ الدكتور يشتغل بدون بنج وأبونا ما تألمش. بعد العملية ما خلصت قال له أبونا أنت ما تألمتش ليه؟ قال له كنت واضع في ذهني وأمامي وتأمل إن أنا أنظر إلى ألام المسيح، فألام المسيح ما خلتنيش أحس بألامي. يعني الواحد لما يبص لألام المسيح هو اتألم إزاي، ولبس إكليل الشوك إزاي، ودق مسامير في رجليه وإيديه، والحربة في جنبه، وطعن إزاي بالحربة، والحاجات دي كلها ألام صعبة جدا. لما الواحد يفكر في ألام المسيح ممكن يقول كده مجاهدين ضد الخطية تكون لهم قوة على الاحتمال. إحنا بنرفض الخطية ليه؟ عشان إحنا بنحب ربنا حتى لو وصلنا للاستشهاد. وده كان كلام معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. ندخل بقى في الكاسيلكون ونشوف معلمنا بطرس في رسالته الأولى بيتكلم عن، يقول كده يا أحبائي لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم. وكلمة لا نستغرب أن العالم سيبغضنا وسيكون لنا فيه ضيق. البلوى المحرقة هنا في أصلها اللغوي التعرض للنار، وكانوا بيوصلوا الشهداء للحرق، والكول ده بيكشف عن سر الاضطهاد أو عن شدة الاضطهاد اللي بيتعرض ليه المسيحيين. ولكن ربنا بيستغل هذه الألام للتنقية. يعني إيه؟ يعني الألام اللي بنتألمها دي بتبقى كأنه بينقينا، زي بالظبط لما يجيبوا الذهب والفضة ويحطوهم في بوتقة كده فيها نار، عشان ينقوا الذهب والفضة بيحطوهم في بوتقة فيها نار. كلمة لا تستغربوا معناها أن الشيطان في حرب مستمرة ضد الكنيسة وضد أولاد ربنا، ولكن لازم نعلم أن كل الأمور تعمل معا للخير الذين يحبون الله. الضيقات دي اللي بيصيرها الشيطان أو عدو الخير لخلاصنا، يقول كده إن تألمنا معه لكي نتمجد أيضا معه. وده الإبراكسيس، وده الكاسيلكون. ندخل في الإبراكسيس ونشوف كده. أما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رأى. يعني إيه الكلام ده؟ الخيمة هي خيمة الاجتماع، حيث يجتمع الله مع شعبه، وكان الله بيجتمع مع شعبه في البرية وفي الخيمة أيام داود النبي. خيمة الشهادة إشارة إلى حي الشريعة، والتابوت سمي تابوت الشهادة أيضا. أدخلها أبائنا، يعني أدخلوها الأرض كنعان حيث كان الملوك يملكون، وبهذا يشير أن ربنا بيحب أرض كنعان لما يسكنها القديسين. ندخل في المزمور القداس
ونشوف كده بيقول ايه. كثيره هي احزان الصديقين ومن جماعه ينجيهم الرب ويحفظ الرب جميع عظامه حدا منا لا تنكسر. هنا من يحب الرب يؤدبه، يعني كان ربنا عاوز يعرفنا انه الاب ما بيضربش ابنه ويكسر عظامه، والمقصود انه ما بيطلش التاديب. المزمور هنا بيقصد ان المسيح لا تكسر عظامه، ما كسرتش عظامه، هو البار الحقيقي الكامل وحده. عدم كسر العظام اشاره لعدم انكسار الكنيسه، والمزمور ده بيتصلى في الساعه الثالثه، فنتذكر محاكمه المسيح ونهايه الاشرار لم تنكسر عظامه. ندخل في الانجيل بسرعه ونشوف الانجيل بيتكلم عن ايه، ونقول ويقول كده معلمنا لوقا: وفيما هو يقول ابتدى الكلمه ينزل رضيا. واثناء كده نشوف بقى المسيح قال ايه لتلاميذه: تحرزوا انفسكم من خمير الكلام. تعال نشوف بسرعه كده بيقول هو طبعا الكتب والفرسون بيحبوا يقطعوا المسيح في الكلام، لكن هنا سال المسيح كان بيكلمه بمنتهى الحكمه، يقول: اليست خمسه عصافير تباع بفلسين واحده منها لا تنكسر؟ يعني لو كل عصفور بيتباع بفلس يبقى اربع عصافير بيتباعوا بفلسين، فلما يدي لك خمسه يعني معناه ان في واحد بيتباع ببلاش على الاربعه، يبقى اذا هذا العصفور المجاني ده ربنا مش ممكن يسيبه ولا ينساه ابدا. ويقول كده: شعور رؤوسكم لا تهلك، اصغر شيء فينا بيبقى ربنا مهتم بيه. وتعال نشوف كمان النهارده بيقول كده: ان كل من يعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الانسان قدام ملائكه الله، ومن انكرني قدام الناس انكره امام ايضا ملائكه الله. هنا الاعتراف والانكار مهم جدا نعرفه، انه الانسان يعني ايه يعترف بربنا؟ مش بالكلام اسمه عبد المسيح او اسمه مرقس او غيره، لكن عاوز اقول الاعتراف ده معناه ان هو لازم يبقى فيه حياه عمليه مع ربنا. يعترف يعني يصلي، يعترف يعني يروح الكنيسه، يعترف يعني يقرا الانجيل، يبقى معترف بيه. ودي حتة مهمة جدا، لما بتقرب من ربنا وتقرب من كلامه بيبقى ده اعتراف مهم. لكن انكرني، ممكن الانكار يبقى انكار مباشر وغير مباشر. يعني ايه مباشر؟ يعني واحد يقول انا عاوز اسيب المسيحية، ده انكار. لكن واحد ما بيروحش المسيحية ولا يعرف الكنيسة ولا يعرف ربنا خالص، ما ده انكار برضه، بس هو عدم معرفة. الانكار عدم معرفة، عشان كده احنا محتاجين نقرب من ربنا ونعرف ربنا. اما من يجدف عن الروح القدس فلن يغفر له. وفي خطية ممكن تبقى ما فيهاش غفران؟ مش ممكن. لكن حتة التجديف على الروح القدس دي ايه؟ دي حتة معناها انه الانسان رافض تماما تماما التوبة، مش عاوز يتوب خلاص، رافض التوبة. فرافض التوبة يعني معناه انه ممكن يموت من هذه الحياة وينتقل وهو ما زال عايش في الخطية. طب ده لما يروح السماء يعمل ايه؟ هيغفر له ازاي وهو مات وانتقل من هذا العالم وهو ما زال كان عايش في الخطية؟ يبقى ده لا يغفر له. فيقصد كده طول ما انت في الحياة اي خطيئه عملتها وبتعترف وتتوب خلاص ربنا بيقبلها، لكن تفضل معاند لغايه لما تنتقل من هذا العالم، ده يبقى تجديف على الروح القدس ولن يغفر له. احكي بس قصه في دقيقه واحده عن شاب كان بعيد عن ربنا خالص، وهذا الشاب وصل لمرحله انه مشي مع اشرار كتير ومع ناس غير مسيحيين لغايه لما وصلوا لمرحله ان هو ينكر الايمان. وكان زمان في فترة من الفترات اللي عاوز ينكر الإيمان لازم يبعتوا لأبونا في الكنيسة ويجيبوه عشان يقعد معاه شوية يعني. فبعتوا لأبونا، وأبونا ده كان ما بيتكلمش خالص ولا بيعرف يتكلم، وكان من الآباء الهاديين اللي مالهمش كلام. قعد مع هذا الشخص قدام ضابط كده عشان يكلمه عن المسيح، ما اتكلمش أبونا، ما اتكلمش يعني. فالضابط حس إن أبونا مش عاوز يتكلم عشان هو قاعد، فقال له هسيبك شوية. مشي ورجع لقى أبونا برضو قاعد ساكت، والشاب ده قاعد قدامه ساكت. فالضابط قال له: طب يا أبونا احنا هنبعته مشوار يودي الورق بتاعه في منطقة بينا كده، ممكن تمشي معاه وتتكلم معاه. أبونا خرج هو وهذا الشخص اللي عاوز ينكر الإيمان، ومعهم العسكري اللي بيوصلهم للمكان، وهم في نص الطريق كان في كنيسة هيعدوا عليها. فأبونا قال له: بعد إذنك ممكن ندخل الكنيسة بس في دقيقة واحدة؟ فالعسكري قال له: بس بسرعة وأنا واقف أهو عند الباب. دخل أبونا هو وهذا الشاب، ودخل أبونا جري على الهيكل وسجد وقال له: يا رب أنا مش عارف أتكلم معاه ولا عارف أقول له حاجة، بس جبته لك لغاية عندك أهو، أنت حر بقى اتصرف معاه. فهذا الشاب قاعد يبص حواليه يمين وشمال ويشوف، وقال له: أبونا ممكن أسألك، هي دي الكنيسة؟ قال له: آه طبعا يا ابني، هو أنت إيه؟ قال له: أنا كنت نسيت شكلها ونسيت الكنيسة، أول وبقالي سنين ما جيتش، ده أنا فاكر حتى كانت أمي بتجيبني وأنا صغير وكنت باكل كده، قصده على التناول. قال له: ايوه. راح ابونا فتح الستر قال له: ايوه كان في المكان ده.
طب ويا ابني ايه اللي بعدك كده؟ قال له ابونا الاشرار بعدوني، انا ينفع ارجع تاني وابقى انسان كويس؟ وبدا عمل ربنا يتحرك في هذا الشاب، وخرج هذا الشاب مع ابونا يخلصه انه هو مش هيرجع لهذا الطريق، وهيرجع للمسيح ويتوب. وربنا عمل في هذا الشاب وفي حياته ورجعه تاني لحضنه ورجعه تاني لحظيرته. وعشان كده احنا محتاجين نقرب من ربنا اكتر، ومحتاجين نصلي، ومحتاجين نعترف بعملنا الحقيقي لربنا. ربنا يعطينا نعمة ويعطينا بركة. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.